السلام عليكم. اليوم إن شاء الله حلقتنا حلقة جديدة هنتكلم فيها عن الموعد المناسب للبدء في زراعة الجلبانة أو البازلاء من البذور، وإن شاء الله هنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل. فطبعا قبل بداية حلقتنا أتمنى تعملوا اشتراك القناة ولايك إذا عجبكم الفيديو وتشاهدوا معانا الحلقة للنهاية. طبعا الجلبانة أو البازلاء من المحاصيل الشتوية، وطبعا من أسهل الزراعات أو المحاصيل اللي ممكن أي شخص يبدأ في زراعتها حتى لو كان مبتدئ. وطبعا حتى نضمن أنه نبات الجلبانة أو محصول الجلبانة بدأ ينتج، لازم طبعا نعرف الموعد المناسب للبدء في زراعته. وطبعا في بعض الناس أو الأشخاص أو المبتدئين في الزراعة يقوم بزراعة الجلبانة أو البازلاء في وقت غير مناسب أو مش في وقتها، وطبعا هذا حيؤدي إلى ضعف الإنتاج. فإن شاء الله اليوم حنتكلم عن أفضل وقت للبدء في زراعة الجلبانة. وعلى قبل ما نبدأ حلقتنا مثل ما عودناكم إن شاء الله حنقوم بزراعة الجلبانة، وإن شاء الله حنتابعها خطوة خطوة في القناة. طبعا أول حاجة لازم نعرفها إنه لما قبل ما تزرع الجلبانة لازم تكون حبات الجلبانة ناشفة بالشكل هذا، مجففة بالشكل هذا، على الأقل 3 إلى 4 أشهر أو ممكن حتى 5 أشهر. المهم لازم قبل زراعتها لازم تأكد إنه الحبات تكون سليمة وتكون مجففة بالشكل هذا. طبعا أفضل وقت للبدء في زراعة الجلبانة هي بداية شهر 10 أو منتصف شهر 10، وطبعا ممكن تمتد لغاية شهر 12. طبعا هذه الأشهر فقط اللي ممكن نبدأ فيها بزراعة الجلبانة من البذور، ولكن احنا مثل ما عودناكم في القناة إن شاء الله خلال منتصف شهر 10 أو بداية شهر 11 إن شاء الله حنقوم بزراعة الجلبانة من البذور، وإن شاء الله حنتابعها بكل المعاملات الزراعية لغاية إن شاء الله الحصاد. وطبعا لازم تتجنب زراعتها خلال الأيام هذه، أو طبعا خلال شهر 1 و2 و3. طبعا ممنوع أنك تزرع الجلبانة خلال الأوقات هيك، لأنه طبعا الجلبانة بتحتاج للحرارة وكذلك بتتحمل الصقيع والبرودة. فطبعا لو حابب أنك تزرع الجلبانة فابدأ في الزراعة من منتصف شهر 10 أو بداية شهر 11. وطبعا لو حابب أنك تستنانا في القناة إن شاء الله حنعمل حلقة حنقوم بزراعة في الجلبانة خطوة خطوة بالتفصيل. فطبعا قبل ما تزرع الجلبانة حاول انك تستغل المكان بإضافة الأسمدة، وحاول انك تفتح المكان وتقوم بعزيك التربة طبعا للتخلص من الحشائش. وبعدها طبعا ممكن تقوم بزراعة الجلبانة أو البازلاء. طبعا في نهاية الحلقة أتمنى تكون عجبتكم، عرفتوا الموعد المناسب للبدء في زراعة الجلبانة أو البازلاء، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.